تأسست جمعية البحرين للأطفال ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل عام 2004 لتلبية حاجة ملحة في المجتمع البحريني لتوفير فرصة تطوير قدرات الأطفال من ذوي الصعوبات في السلوك والتواصل ومن يعانون من التوحد، بالإضافة إلى مساعدة عائلاتهم من أجل المشاركة والاندماج ما أمكن مع بقية أفراد المجتمع. بحمد الله لم تستطع جمعيتنا أن تحقق طموحها وأحلامها فحسب، بل تجاوزت ذلك بمراحل. أنا اسمي هايدي وديح حليم، مشرف البرامج التعليمية والتأهيلية بمركز عليا للتدخل المبكر ونائب مدير مركز عليا. حقيقة اليوم في إطار احتفالات مركز عليا بمرور 15 سنة على إنشاؤه عام 2004، النهاردة ديسمبر عام 2019، أنا ليا الفخر أن أنا كنت من ضمن فريق العمل اللي بدأ مركز عليا في سنة 2004، وشفت إنجازات المركز وتطوره، وشفت التشالنجز اللي مر بها المركز، وشفت المستوى اللي وصله المركز النهاردة في سنة 2019. المركز قدر أنه يحصل على الاعتراف الدولي من مؤسسة الابلايد بيهيفير كونسلتنسي في ساكرامنتو كاليفورنيا بعد مرور سنتين على افتتاحه في عام 2006، والحمد لله النهاردة في عام 2019 حصلنا على اعتراف دولي تاني من مؤسسة IBCCES الانترناشنال بورد اوف كونتينوينج ايديوكيشن ستاندردز، وده برضو من الانجازات المشرفة لمركز عليا. في إطار إنجازات مركز عليا على مستوى تطور الطلبة، أحب أن أنا أسلط الضوء أن مركز عليا قدر الحمد لله في يومنا هذا أن هو يدمج أكثر من 120 طفل في المدارس الاعتيادية. عندنا طلبة كمان وصلوا إلى مستوى التعليم الجامعي موجودين في بوليتكنيك البحرين، وعندنا طلبة وصلوا إلى مستوى أن هم موجودين في سوق العمل قادرين أنهم يكونوا مواطنين صالحين في بيئتهم في مملكة البحرين. من رحم الجمعية خرج مركز عاليا للتدخل المبكر، مركز تعليمي تدريبي يقدم خدماته التعليمية والتأهيلية للأطفال من ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل. إضافة إلى ذلك، فالمركز يقدم التدريب والتأهيل لمدرسي المركز لإكسابهم الخبرات اللازمة والمعارف الضرورية للتعامل مع أبناء وبنات المركز. كما يقدم المركز خدمات تدريبية لأولياء الأمور والمهنيين من العاملين في القطاع التعليمي والصحي من المعنيين بالطفولة من خلال أنشطة كثيرة ومتعددة. Every child's right is for education, and we should try our level best to give them a typical environment which all children learn in the typical school. And that's our, we are making effort to give that kind of environment for our special needs children, where they will interact and mingle with peers of their age, and the learning happens fast. This is our goal. And every child can learn. There is nothing that, oh, this child cannot learn. Every child can learn. And we believe in that, and that's what is our effort, to make our children learn to their highest potential. And with the mainstreaming will help them to do this. عملية دمج أطفال ذوي الصعوبات أو أطفال التوحد بصفة خاصة في السيستم التعليمي العام هي عملية ثبت نجاحها وفعاليتها بشكل واضح جدا في مركز عليا. بتبدأ عملية دمج الأطفال عن طريق وجود التشخيص المبدئي للحالة اللي بيقوم به فريق عمل متكامل. بعد تشخيص الحالة بيتم إحالتها لمراكز التدخل المبكر اللي من ضمنها مركز عليا للتدخل المبكر. الطفل بيدخل في برنامج مكثف مدته حوالي 40 ساعة بتشمل التعليم القبل أكاديمي ومهارات تعديل السلوك، الإعداد للدمج المدرسي ومهارات التخاطب والعلاج الوظيفي. بعد ما بيبتدي الطفل يظهر علامات تطور للبرنامج الموضوع له، بيتم نقله من مرحلة التدخل المبكر المكثف لمرحلة
المجموعات الصغيرة، وهي بتشمل إعداد الطفل على القدرة على التعلم والجلوس في الصف لفترات معينة بأقل دعم من البيئة التعليمية الموجودة ومن أشخاص المؤهلين من قبل مركز التربية الخاصة. ومنها بيتم نقل الطفل لصفوف التهيئة المدرسية اللي المفترض في خلال عام أكاديمي يكون اكتسب المهارات المطلوبة للدمج الكامل المدرسي، وبينتقل الطفل بعدها لاختبارات القبول للمدرسة الاعتيادية. طبعا ما بتنتهيش مرحلة مساعدة الطفل عند هذا الحد، ولكن ما زال قسم التربية الخاصة بيقدم الدعم المطلوب للطفل عن طريق وجود خطط فردية تساعد الطفل على أنه يتعلم في البيئة التعليمية الاعتيادية، ووجود فريق متكامل من التربية الخاصة مشرف عام على برنامج الدمج المدرسي وأخصائيين مساعدين أو مدرسين ظل مساعدة الطلبة اللي يحتاجوا الدعم في البيئة التعليمية الاعتيادية. اكتسبت الجمعية والمركز والمدرسة شهرة محلية وخليجية وعربية ودولية، ولا سر لدينا لهذا النجاح، فنية الصادقة وحب هؤلاء الأطفال كانا كفيين مع توفيق الله سبحانه لانطلاق مؤسسة عالية أبعد مما كنا نحلم. سنة 2009 انضميت حق قسم الأطفال من الأعمار 11 إلى 16. طبعاً هذا كان عالم ثاني، تحديات ثانية. توجهت إلى أولياء الأمور في منازلهم عشان أعرف مشاكلهم اللي يواجهون مع الأطفال. ما كنا نفهم لما نشوف الطفل ليش يطق روحه، ليش يصرخ، ليش يصيح، ليش عنده شنو الأم عندها أمنيات حق الولد. بس لما دشيت البيت شفت مشاكلهم، حسيت الأم شنو تبي، الأبو شنو يبي، عرفت أنا شنو أبي من هذا الطفل، شلون أتجه معه عشان أوصله للي يبي الأم، للي يرضيهم، للي يرضي الولد. للحين أنا الحين 13 سنة في مركز عالية، للحين عندي تحديات جديدة أشوفها، للحين أشوف أشياء جديدة من أطفال أتعلم منهم ونتعلم منهم، نعلمهم وتعلمنا منهم. الحين إحنا حاليا نواجه شيء جديد، شلون ذي الطفل لما يتخرج من هني وين بيروح؟ مجتمع البحرين شنو عطوهم؟ شنو هم يقدرون يعطون حق المجتمع البحرين؟ لله الحمد شفنا شيء جديد، اتجهوا للسوبر ماركت، في ناس اشتغلت في السوبر ماركت. هذا النجاح اللي شفته ما اعتقد اني اقدر اشوفه في اي مكان. مو مساله ان انا في مركز عالية اقول هالكلام، لا والله، ولكن عيال درسناهم وصلوا لمرحله الجامعه، وصلوا يشتغلون في السوبر ماركت، اسمنا وصل، ان عيالنا وصلت لبوليتكنيك. هذا اكبر تحدي لنا. عندي احيانا قسم من بعض الاطفال راح يتخرجون هالسنه، ابي اعرف وين بيروحون، ليش اذا بيقعدون في البيت ايش بيسوون، اتواصل مع الاهل. هذا الشيء كان اكبر تحدي لي في مركز عالية. دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام داخل المدارس كان مطلب، لأن ده حق لكل طفل أنه يتعلم ويدمج في المجتمع. فمن هنا جاي اهتمامي بالموضوع، وحسيت أنه قد إيه هو مهم للطالب ومهم للمجتمع. في البداية فكرة الدمج في المدارس بشكل كامل ما كانتش موجودة، ولا الحين، هي مدارس قليلة جدا، ونعتبر يمكن احنا مدرستنا هي المدرسة الوحيدة اللي بتنفذ الفكرة دي بالشكل اللي احنا بنعمله حاليا، اللي هو الدمج الكامل في المدرسة وفي الصفوف. ودم كامل بمعنى انه الطالب مطلوب منه يعمل كل الفعاليات وكل المهام زي بقية الطلبة التانيين. فطبعا الصعوبات مختلفة، الصعوبات اللي عند الأولاد مختلفة، فلازم نتعامل مع كل صعوبة حسب متطلباتها وحسب متطلبات الفعالية اللي المفروض ان هم ينجزوا فيها. فمن أهم الصعوبات ان احنا ازاي نعمل تكيف في داخل الفصول الدراسية وداخل البيئة المحيطة، وازاي كمان نأهل المدرسين ان هم يتعاملوا مع الحالات الخاصة داخل الكلاس، داخل الصف الدراسي، وكمان ازاي ان احنا نهيئ باقي الطلبة العاديين ازاي ان هم هيتعاملوا مع
طلبة الاحتياجات الخاصة وإزاي إن هم يكونوا داعمين ليهم داخل الفصل. وفي البداية لما نبدأ بالطالب العادي نكون داعم للطالب الاحتياجات الخاصة داخل الصف، فإحنا أنا كده بعمل في المستقبل، بيكون في المستقبل داعم ليه برضو في المجتمع الخارجي. يحدون لخدمة هؤلاء الأطفال الحب قبل كل شيء، الحب قبل الشهادات وقبل الاعتراف الدولي. الحمد لله بدأنا من الأساس بمجموعة ممتازة من المتخصصين ممن ملأ الرحمن قلوبهم بالمحبة لهؤلاء الأطفال، وبهذا الحب انتقلنا بفضل الله خطوات رائعة خطوة بعد خطوة، فأنشأنا مركز عالية للتدخل المبكر بعد تأسيس الجمعية ببضعة أشهر لا أكثر. كذلك حصل المركز على اعتراف دولي بعد أقل من سنتين من إنشائه في سابقة في الشرق الأوسط. المركز جاء بعد بضعة شهور من تأسيس الجمعية عام 2004، وفي العام 2007 انضمت المدرسة الوطنية إلى مجموعة مؤسساتنا. طبعا هؤلاء الاطفال يكون عندهم مشاكل اخرى غير المشاكل غير الاكاديمي، مجال الاكاديمي، يعني يكون عنده قدره اكاديميه، فولي الامر تهيئ لانه خلاص الطفل جاهز الى المدرسه. ولكن بعد تقييم الطفل نشوف بعض الاطفال عندهم مشاكل سلوكيه، بعضهم عندهم فرط حركه، بعض عندهم تشتت زائد، يعني فهذه المشاكل تحتاج تدخل، تحتاج العمل 1-to-1 على أساس نعدل السلوك لدى الطفل، نخفف التشتت لدى هذا الطفل، يستطيع يجلس لفترة طويلة سواء في مجموعة، يعني في مجموعة يستطيع يتواصل مع مدرس الصف. فطبعا صفنا يعمل على جميع هذه المجالات لكي نهيئ الطفل للدخول إلى صفوف المدرسة. إنزين، طبعاً إحنا بالنسبة لنا حققنا كثير من الإنجازات اللي نفخر فيها بالنسبة لمدرسين مركز عالية. تقريباً سنوياً يمكن 14 إلى 15 طفل يتم دمجهم إلى الصفوف المدرسة الطبيعية، ويعني بشكل عام حالياً تقريباً عندنا 100 طفل من خلال كذا سنة اللي عملنا على صفوف الدمج، سواء مدموجين في مدرسة عالية الوطنية أو في مدارس أخرى. في جمعية البحرين للأطفال ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل استطعنا نشر ثقافة المشاركة بين الأخصائيين في المهنة من داخل الجمعية ومن خارجها، وعليه استطعنا والحمد لله في مركز عالية للتدخل المبكر تقديم خدمات التدريب والتأهيلي لمدرسي المركز، وهو ما يعرف باسم Knowledge Sharing أو المشاركة في المعرفة. وقد وصل عدد الأخصائيين من مدرسين وإداريين في مركز التدخل المبكر اليوم إلى أكثر من 200 شخص. I was trained as a Miller Method therapist, which is a cognitive developmental approach for working with children on the spectrum. And at the time, my mentor was falling ill with cancer and introduced me to the folks at the Alia Center and said, could you do some video conferencing oversight from Canada with the folks in Bahrain? Because some of the children need some video conferencing, some coaching, the teachers need some strategies. And I gladly agreed. And after a few sessions, Sheke Rania mentioned, why don't you come to the center? I think it would be more effective with face-to-face interaction with the students. And so that's a little bit of the history of how this all transpired and unfolded. And so began the journey of me coming back year after year to not only work with parents, but also work directly with children and staff, coaching in cognitive developmental practices,
looking at all domains, including communication, social emotional development, behavior, even outside things like interaction with the community, getting the kids involved in outside organizations, planning class trips, looking at the materials in the classroom, the physical space. So really trying to look holistically at what the physical space looks like here at Alia, as well as the in-class space, and also trying to address the child holistically. It was my first time in inclusive for kindergarten. I had that fear in me, yes, but I took it as a challenge. And I feel now that I don't want to go back only for mainstream, because inclusive is more challenging. And helping these kids to come up and to be mingled with the society is what was my focus was. So I worked toward my goal, and then it was very challenging, but still I was able to adjust with them. More than that, I could say that they adjusted with me. These kids, they adjusted with me, and then it was easy for me to carry on with all my years and all my terms. It is a challenge. It is definitely a challenge. I wish that everybody gets this opportunity to take up the challenge. And we are different from other educators because inclusive education is very challenging, and we have been successful all these years for it. So take us as an example and go towards the inclusive education. Every child needs their requirements, and everybody has the equal ability to be in the mainstream, with the mainstream, as to be in inclusive education as well. في عالية للتدخل المبكر نقدم خدمات تقييم وخدمات التدخل للأطفال من ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل من سن 3 سنوات حتى سن 18 سنة. هنا يتم قبول الطفل إذا ما كانت لديه عوارض جدية للصعوبة في التطور المعرفي، تطوير الاتصالات، التنمية الاجتماعية أو العاطفية أو التطور البدني. وفي مركز التدخل المبكر نفخر اليوم بأكثر من 140 طالب. مدرسة عالية الوطنية تشمل المراحل الدراسية حتى الثانوية العامة. بالنسبة للمناهج، فمدرسة عالية هي مدرسة اعتيادية قابلة للدمج وبمناهج تدريس عالمية. جمعية البحرين للأطفال ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل اللي هي البيجر أمبريلا، تحتها موجود طبعا مركز عالية للتدخل المبكر اللي احنا بنحتفل النهارده بمرور 15 سنة على تأسيسه، وطبعا موجود عندنا مدرسة عالية اللي هي أنشئت لدعم الخطة المستقبلية لأطفال التوحد، وهي طبعا مدرسة دمج هدفها إتاحة الفرصة للأطفال على أنهم يحصلوا على بيئة تعليمية مناسبة لاحتياجاتهم. عندنا كمان تحت جمعية البحرين مركز المعالي الطبي، وهو مركز مكون من عيادات خارجية بتقدم خدمات للأطفال في مجال التشخيص، في مجال العلاج السلوكي والعلاج النفسي. في الحقيقة مركز المعالي الطبي بيقدم خدمات معاونة للبرنامج الموجود في مركز عالية، لأن مبدئياً بيحتاج أي طفل عنده الإشارات الحمراء إن هو قد يكون من ذوي الاحتياجات الخاصة بيحتاج للتشخيص المبدئي، وده بيقوم عليه فريق عمل متكامل مكون من الطبيب النفسي والأخصائي النفسي، أخصائي العلاج الوظيفي والأخصائي التخاطب. وبمجرد أن الطفل بيتم تشخيصه بيتم إحالته لمراكز التدخل المبكر، وتبدأ رحلة تأهيل الطفل لمستقبل أفضل. If we really think about the basic fundamental human right of education, that's where it all starts. And fortunately, we have these protocols listed in the United Nations Declaration. So every country should have places like this where students can go and receive a full education, because every child has the right to a full education. And what makes this place unique is that, yes, you have a center where all the children are on the spectrum, but you also have the unique situation of a fully integrated school.
So many of the children benefit from having the opportunity to be in a smaller setting where all children share the same exceptionality with highly trained staff to then transition over to the school setting if they're ready. And it's beautiful because they've got these transition classes to make that a seamless move from one part of this school to the other. So the two work beautifully together. It's a marriage, and there's two teams of staff that work together for careful planning for those transitions to happen in a successful way, including accompanying individualized education plans, which all students with special needs should have, to document strengths, challenges, accommodations, modifications, and further areas of growth and development that they need. And it's also an accountability check for us as adults who are working with children with special needs. So I see it as a basic fundamental human right that should be part of every community. Every child has the right to be educated outside of their home. One thing I have realized is that there's no one approach that fits every child, because when you meet one child on the autism spectrum, you've met one child with autism. They all have a different manifestation and characteristic of the exceptionality, and it's really important to get to know the kids individually. And that's why I really enjoy coming back here each year. Just yesterday I was with Hanan, who's another senior faculty member, and the fact that she knows the children so intimately and can tell me these are the strengths, these are the challenges, this is what we're working on, and there's so many children here, but the staff know them all so individually. So the programs here are tailor-made for the specific needs of the child. نقوم بنقل الطلاب من قسم التربية الخاصة إلى مرحلة الدمج بمعدل من 5 إلى 8 أشخاص كل عام، وذلك منذ العام 2008 وحتى اليوم، وقد حافظنا على هذا الرقم عمداً لأن العملية تتطلب الكثير من الجهد والمرافقة والاهتمام بالطفل لضمان نجاحه. I'm very lucky to have seen all the achievement, all the growth from when they opened Alia for Oral Intervention Center in December 2004. After they opened Alia School, then Al-Mahalli Medical Complex. And I'm looking forward to see the next project which my dynamic boss will do. It's the youth center. من برضو المشاريع المستقبلية اللي أحب أسلط عليها الضوء النهاردة نادي شباب عليا. ده المشروع المستقبلي لجمعية البحرين. نادي شباب عليا بيكون نادي صباحي للشباب من سن 18 سنة فيما فوق. يكون نادي اجتماعي بيقدم خدمات اجتماعية، مسابقات رياضية، برنامج فني، برنامج تأهيلي للطلبة، بيكون في برنامج الطبخ، برنامج الزراعة، فطبعا بيخدم فئة مختلفة تماما عن اللي بيخدمها مركز عليا حاليا ومدرسة عليا. النادي الاجتماعي برضو بيقدم خدمات البيات الليلي للشباب اللي هم محتاجين ان هم يباتوا فترات زمنية في مكان آمن ومناسب لاحتياجاتهم. طبعا نادي شباب عليا ودار شباب عليا من المشروعات اللي احب اسلط الضوء عليها انها يكون مشروع فريد في مملكة البحرين، مش بس في مملكة البحرين، في الشرق الاوسط، وفي احتياج شديد ليه في منطقة الخليج العربي نظرا لعدم تواجد مراكز ودور مؤهلة لذوي الاحتياجات الخاصة من الفئة العمرية دي. طبعا المشروع ما زال في الخطوات الاولى، هيتحط حجر الاساس ليه ان شاء الله على يناير 2020، والمشروع محتاج دعم من كل المؤسسات والحكومة في مملكة البحرين، وان شاء الله المشروع يظهر للنور على سنة 2021. هاي بنتي دخلت في مركز عائلة التدخل المبكر في مرحلة مبكرة، ويمكن هذا ساعد في الناحية ايضا ان هي تتطور، ولكن اللي ساعد اكثر وجود المركز بامكانياته والطاقم الموجود فيه
التفاني في العمل اللي موجود عند الطاقم الموجودة، هذا أساهم في أن بنتي تكون حالتها الحمد لله جيدة. ولكن الآن بعد ما تخرجت بنتي من المركز وصار عمرها الحين 20 سنة تقريبا، إحنا كأهالي نطمح أن يكون لهم مكان. للأسف في البحرين لا يوجد مثل هذا المكان، كل الأماكن اللي موجودة كلها للأطفال تحت سن 20. أما من يبلغ الواحد 18-19-20 يصبح قاعد في البيت عند أهله، وأهله يصيدهم يعني مشاكل من ناحية أنه يحسون عنده طاقة وعنده إمكانيات بس مو قادرين يوفون هاي الإمكانيات والطاقة. فيعني مشروع المركز شباب عالية مشروع جدا جميل، ونتمنى أن يشوف النور، لأن هذا بيكون نوع بمثابة يعني الملجأ الأخير للأهالي اللي عندهم عيالهم صار عندهم 20 سنة أو أكثر يعني. وإحنا جدا سعداء بوجود يعني مركز عالية للإيواء كمشروع، لأنه مو فقط لعيالنا، حتى للناس الآخرين راح يجون بعد عيالنا ما إن شاء الله يكبرون، لأن هذا المركز راح يتمكن من أن العيال يقدرون يوظفون طاقاتهم وإمكانياتهم بشكل أفضل، اللي على أساس يعيشون حياة طبيعية بشكل أفضل. ويمكن هذا المركز أيضا يكون يساهم في أن عيالنا يكون لهم وظيفة، يعني راح يطور إمكانياتهم وقدراتهم حتى تكون عندهم وظيفة يشتغلون فيها في الحياة العامة، وهذا أيضا من الأمنيات اللي يعني الأهالي يتمنونها. فيعني نتمنى أن نحصل إحنا يعني متبرعين كرام، لأن هذا فعلا بيكون في ميزان حسناتنا. سعي الجمعية لتوفير أفضل الخدمات للأطفال، أنشأنا مركز المعالي الطبي سنة 2014، وهو مجمع فريد من نوعه برعاية نخبة من الأطباء المتخصصين، يهدف إلى توفير الرعاية للأطفال الذين يعانون من التوحد وبأسعار مقبولة جداً. أنا أم يوسف شاب توحدي، عمره الآن 20 سنة. يوسف طبعا هو الابن الثالث إلي، ولكن يعني مش التوحد أخذ، يعني تعلمت من يوسف الخبرة عن التوحد، عرفني على التوحد، عرفني على المجتمع، عرفني على الناس. يوسف اعتبرته مدرسة حياتي، بينما هو ابني الثالث ولكن انشهرت باسم يوسف، وأنا الآن لقبي أم يوسف، يعني هو الابن اللي طلعني لهذه الدنيا وعرفني على الناس كلها، هو يوسف ابني. يوسف طبعا دخل عمره مدرسة عالية، كان عمره 7 سنوات، كان لسه مدرسة عالية توها فاتحة هذا المركز. طبعا بالنسبة إلي كانت هذه البيت اللي احتوى يوسف وعلمه، لأن احنا قبل هذا ما كان في مركز، ما كان في مدرسة ولا كان في شيء، بس الحمد لله جاتني فرصة طلع في برنامج هذا المساء البحرين، وشفت اللي قاعدين تكلمت عن ابني يوسف، وين أودي ابني يوسف، سمعوني مركز عالية بصراحة ورحبوا بي على طول، ونادوني طبعا وقالوا لي يعني قالوا بنسوي اختبار حق ابن يوسف. الشيخة رانيا هي اللي قدمت الاختبار حق يوسف طبعا، وقالت برد عليه في خلال اسبوع، ولكن هي ردت علي عقب 3 أيام بموافقتها، وكانت بالنسبة لي هذه يعني سعادة ما يعلم فيها لربنا. وبعدين في نفس الوقت أنا ما صدقت إن أخذوا يوسف، يعني كان أول مرة يوسف يفارق ماما، يعني كان على طول معاي، فكنت كله أنتظر إن الشيخة رانيا تقول لي مش عايزين ابنك، لكن لا، هي يعني قالت لي لا ليش أنت خايفة، كانت تعطيني الإطمئنان بصراحة. وفعلا يوسف من مرحلة إلى مرحلة انتقل عندهم وتعلم أشياء كثيرة، أولا السلوك،
بعدين الاحتواء، الانضباط في الأمور، حاجاته، حتى حاجاته، نظافته، ترتيب، يعني تعلم في خلال ما يقارب 9 سنوات يوسف تعلم يعني الشيء اللي أنا مرتاحة منه واعتمد عليه، وظليت يعني طبعا تغير من حال إلى حال في هذه المدرسة. ما قصروا من كل المدرسين اللي موجودين، وطبعا على رأسهم القائمة الشيخة رانيا ما قصرت، دعمتني معنويا، دعمتني ماديا، وقفت معي مع ابني يوسف. ما حسيتها أن هي دي مديرة مدرسة، حسيتها أم، ودائما أنا أتعامل إياها، ما أتعامل إياها أن هي مديرة، أتعامل إياها أن هي أم أبناء لأعيالنا هذين التوحدين. هذه الشيخة رانيا دائما أحب أقول كلمة دائما إليها، ولا زلت أقولها، بالرغم أن ابني وصل الآن 20 سنة وقريب عيد ميلاده 26/1 بيدخل 21، يعني كلمة شكرا إلى هذه الإنسانة قليل عليها، لأن لما دخل هذه المدرسة ما قلنا هذه مدرسة، ما قلنا هذا، قلنا البيت الأساسي لأبنائنا التوحديين. من جميع النواحي علمتهم السلوكيات، الانضباط، الاعتماد على نفسهم، والمجموعة اللي معاها كمان كلهم صراحة المدرسين، يعني كلمة شكرا قليلة على الجميع. دائما أحب أقولها كلمة شكرا، أكتبها اليوم على أوراق الورد وأنثرها تحت قدميهم، لأن فعلا يستحقونها مني كأم عشت معاهم 9 سنوات. طبعا يعني مهما أتكلم بحس روحي بعد قليل إني أتكلم في حق هذه المدرسة بما وصل إلى ابني في هذا العمر. إلى الآن إذا يشوفني أي موظف من هذه المدرسة إنه يجي يقول لي، يعني على طول يسألوني عن يوسف، على طول، حتى بعضهم أكون أنا ناسية لا يسألوني. من قد ما حبيت هذه المدرسة لدرجة أن أنا حفيدتي الصغيرة ما قدرت نفسيا، أنا كأم ما قدرت أقطع نفسي من هذه المدرسة، حسيت روحي ما أقدر بعد يوم صار عمره 16 سنة أنه لازم يقعد، بس أنا ما قدرت، فاضطريت أجيب بنتي حفيدتي أجيبها في المدرسة اللي عندهم طبيعيين. يعني صرنا خلاص، هو حتى لما يمر على المدرسة يحب يشوفه، يبتسم، يعني يحس براحة. هذه راحة تمثل إلينا شيء كبير، يعني لهالدرجة صرنا نحب خلاص. أنا أم لطفلة توحدية عمرها 6 سنوات فاطمة، وعمر ولدي 3 سنوات أحمد، عنده تأخر لغوي. طبعاً دخول فاطمة بالدرجة الأولى يعني كبداية في عالية كان صدفة، وكانت هذه الصدفة من أجمل الصدف اللي صارت في حياتي وحياة فاطمة بالذات. كوني كأم لما أشوف بنتي يعني جاية على المدرسة متحمسة وجاية كل يوم من الصبح وتسألني حتى ليلة الإجازة إن بكرة عالية أو بكرة دوام أو بكرة سكول، يعني هذا الشيء طبعا خليني جدا جدا فرحانة، وما في كلمات مناسبة إن أنا أقدر أعبر. طبعا فاطمة تجربتي معاها مع دخول عالية، الطاقم عالية يعني شهادتي في مجروحة، تجربتي عنهم. فاطمة جت حتى لو تعرف الأساسيات بالإنجليزي، البيسكس، أرقام، ألوان، أشكال، لكن كلام، شكل، جمل، أو تفهم علي إن كوميونيكيشن كامل بالإنجليزي، هذا كنت الصراحة مستبعدتنا إن هي عندها الكابابلتي إن هي يعني تفهم. طبعا ما شاء الله الطاقم عندكم، يعني شهادتي في مثل ما قلت مجروحة. وأذكر مدرستها في الترانزيشن قالت لي كلمة وما كنت حزتها مصدقتها، قالت لي خلال شهر واحد فاطمة بتفهم علي، كون هي المذر لانجوج مالتها إنجليزية وفاطمة عربية، أنا ما كنت متصورة أن هذا الصدق راح يكون. فجأة بعد أسبوعين لما رحت أستلمها من الصف وسمعت المدرسة قاعدة تقول لها بالإنجليزي روحي خذي الشنطة، وماما جت عند الباب وفاطمة نفذت كامل الأوامر ومشت. أنا هنا انصدمت إن يعني مثل ما احنا نقول إن المدرسة كانت عند كلمتها. وطبعا من هذا اليوم إلى هذا إلى اليوم يعني كل يوم تبهروني بشيء يعني جديد في يعني خصوصا فاطمة كونها حالة توحد. طبعا أحمد ولدي تأخر لغوي، يعني قبوله بعد نفس الشيء كان حلم بالنسبة لي بعمر 3 سنوات إنه يدخل تدخل مبكر، وإنه ممكن إن حالته تتحسن وينضم لأقرانه في السن المناسب له، يعني هذا بعد بالنسبة لي حل، ما كنت متصورة إنه يدخل يعني عالية بهذه السهولة وبهذه السرعة وبهذا التعاون. طبعا هذا بفضل الله، ثم بركات الشيخ الدكتورة رانيا، ثم بركات جهودكم كلكم، ما أقدر يعني أستثني ولا اسم. طبعا نفس الشيء أحمد لما أجي أخذه، يعني كانت عندي تجربة معانا دخلت روضة، بالعكس كنت أروح أستلمه بس أحسه حزين كروضة عادية،
ممكن انهم ما يتفهمون حالتهم، مو سوءا فيهم، بالعكس هم ناس ممتازين جدا، بس غير لما شخص يكون عنده خبره في التعامل مع هذه الحاله غير شخص انه ما عنده خبره. فكل يوم اروح استلم احمد، خلال شهر واحد نفس الشيء، قام ينطق الكلمات الانجليزيه، يفهم علي، ونفس الشيء يسالني قبل لا ينام كل يوم بنروح سكول، اقول له ماما بنروح سكول. I feel very happy that I've come into Alia's school and I got this opportunity to work here, because this is one place in true sense the children get integrated. They get opportunity to go to the highest level of their ability, and they are not distinguished or segregated in any way. If they can learn, this is the way, place where that best opportunity is given to children who have needs which are not typical. When we see children with special needs, many times this thought comes, oh, what can they do? What will they achieve? But you have to come here to Alia and see. Our children can have so much of potential. They can enjoy, they can be part of any society, and they can contribute. This is what is our belief, and this is where we are striving to achieve here in Alia. And it's very amazing. It's fulfilling job. It's like a food for your soul. It gives you a lot of satisfaction while working with in this environment. I think any organization, the success really rests on the shoulders of the leader in an institution. And so here it's Dr. Rania Al Khalifa, who has really paved the way for a beautiful institution where children are coming from as far as Saudi Arabia. And once the children land here, they want to stay, and they want to stay well beyond the age of 21, because she has created a safe space where children can learn and grow and feel connected to the loving teachers in the environment. So it's been wonderful to see. And, you know, as I mentioned, it starts with leadership. And, you know, her right-hand person, who's Heidi, also does, they've all got their designated roles, because the school, as you know, has blossomed and grown over the years. And any institution that's experiencing that exponential growth, you do have to look at your human resources and who is working with you on a team. So she has really equipped herself with these outstanding ladies who do a phenomenal job. So really it starts at the top with the leadership, and it filters its way down into the staff. You know, just yesterday a staff member said to me, this is like family, this is a place that I can call home. And the teacher said, I don't have children of my own, but the children here at the school are like my own children, they're like my family. And it was actually quite moving to hear that. نعتبر كل ما حققناه حتى هذا اليوم قاعدة انطلاق إلى آفاق جديدة من الإنجازات.